السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي باللارا. كنتمنىكم تكونوا بألف خير وصحة وسلامة إن شاء الله. اليوم قد يقدم لكم أصابع البطاطا مقرمشة بطريقتين مختلفتين، كتجي بنينة، ولا عجبتكم ديروا لايك واشتركوا في قناتي باللارا وبارتاجيو مع الأصدقاء والأحباب باش نكونوا عائلة وتعم الفائدة. وما تنسوش تضغطوا على الجرس باش يوصلكم مني كل جديد. وندوزوا الآن المقادير وطريقة التحضير. ولتحضير هذا الطبق غادي نحتاجو 4 البطاطا المسلوقات، وقزبر ومعدنوس، الكمون والقزبر يابس، تحميرة وشوية الملح، الماء والسميدة أو لا شابلور. غادي نمعكو البطاطا ديالنا محدها سخونة باش يسهل علينا المعك ديالها. نزيدو عليها القزبر والمعدنوس، الملحة، التحميرة، القزبر يابس والكمون، نخلطوهم مزيان. غادي ندير ناخذ كاسرونه وناخذ كل بطاطا غناخذ ليها معلقه ديال الماء ومعلقه ديال لا شابلور او السميده الغليظه. دابا عندنا 4 المعالق ديال الماء و4 معالق ديال لا شابلور او السميده، سواء السميده الغليظه ولا الرقيقه اللي حبيتو، ومعلقه ديال الزيت للكل. غنخلطوا الكل ونديرهم فوق النار باش غير ينشف شويه، ونرجعوا باش نزيدوه على البطاطا ديالنا ونخلطوا الجميع. فوق النار درنا 4 معالق ديال لا شابلور او السميده و4 معالق ديال الماء ومعلقه ديال الزيت. حنا تندوزوهم دابا فوق النار مزيان غير ينشفوا لينا، وبحال هكا بحال الا كننشفوهم من هذاك الماء اللي درنا فيهم، ونرجعوهم نزيدوهم على البطاطا.
صافي طفينا النار وغادي نزيدو على البطاطا الخليط اللي درنا ديال الماء ولا شابلو. نحاولو ندخلو الخليط في البطاطا. بعدما اتجانسوا العناصر كاملين غادي ندهنوا يدينا في الزيت ونحاولوا نكونوا اصابع البطاطا. بعد ما كملنا الاصابع ديال البطاطا كلهم غنحاولوا ندوزوهم في البيض، ومن بعد كاين اللي غندوزو نص ندوزو في الدقيق ونص ندوزو في لاشابلور. بعد ما كملنا الاصابع كاملين غادي ندوزو للقلي، وما نحاولوش نحركوهم حتى نحسو بهم شويه شدو في ريوسهم. الزيت بطبيعه الحال تكون سخونه. غير كنحسو بهم تحمروا مزيان ديال لاشابلور دغيا كتحمر، ديال اللي دوزناها في الدقيق اللي شويه كتبقى معطله وانما ما كتحمرش بزاف، غير كنحسو بهم تحمروا وكنحيدوهم. وها هما اصابع البطاطا بعد القلي، على اليمين كاين الاصابع ديال لاشابلور وعلى اليسار كاين ديال الدقيق.
ونتمنى ان شاء الله تجربوا هذا الطبق ويرقكم بحول الله. نتلاقاو في الفيديو القادم مع بلارة ووصفة جديدة ان شاء الله تعالى.